راحت بعض الأسئلة من عندنا مع الأسف. نفس السؤال اللي سألته أستاذ طه أستاذ الفقار، شنو آلية القبول اللي ممكن تصير؟ شلون نعم عندنا مجموعة من الطلاب، هذه المجموعة احنا شلون راح نختار من عندهم؟ نعم بالضبط. احنا الآلية عادة تكون حسب البداية، حسب نوع الدورة، اكو دورات اللي تأهل نحس هاي الدورة بيها تأهل للتعيين بشركات معينة، فأكيد راح نراعي موضوع الطالب والخريج. بس اكو الدورات اللي هي اساسا ما لها علاقة يعني انت الهدف من عندها هي تسوي الستارت اب مالتك، الهدف من عندها انه انت تبني شغلك. بهالحاله ما راح يفرق عندنا، يعني الشخص راح نبدي ندور على الفكره، الشخص اللي عنده فكره مناسبه، الشخص اللي عنده خبره بمجال معين وهو ده يريد ينميها، راح ننطي فرصه اكثر من غيره. مثلا اللي جاي وهو ما مشتغل، او اللي جاي ومجرد مسجل بس لانه يريد يجرب، راح تصير يعني هاي اولويه. بالنسبة للدورات الثانية اللي تعطي سكيلز عامة وسكيلز تطويرية، لا أيضا ننتبه الموضوع يعني الأشخاص المناسبين اللي يدورون تعيين، مو مثل اللي قاعد بعد طالب اللي ممكن يلقى هاي المعلومات بعدين تفيده. اي عاشت ايدك. يعني الفكره العامه، يعني هسه حاليا اثنيناتكم دائما انتم تساعدون الطلاب او الخريجين حتى توفرون فرص عمل لهم، بس اسوار تفضل الدورات الاشخاص اللي هم خريجين اللي يكون لهم شانس ازيد، بينما استاذ الفقار الاي او تي ميكر يفضلون الناس اللي عندهم مهارات متوسطة وعندهم أفكار ويريدون ينموها على مود يطلعون لايف. بالضبط. حلو، هنا عندنا سؤال، طه يقول لك اللي يكملون دورات عندكم تلقون لهم شغل؟ طبعا هذا أكيد السؤال هالشيء، دائما ينسأل. أكيد هالشيء. طبعا إحنا يعني واحد من الأسباب اللي خلتنا نستمر بهذه الدورات إنه أكثر اللي دا يدخلون بالدورات مالتنا دا يصيرون موظفين عندنا. وقلت لك تقريبا 250 طالب إحنا يعني لقينا لهم شغل، عدا هذول اللي ما تواصلوا ويانا وما نعرف إذا هم عندهم شغل أو لا. فإحنا مو بس إنه إحنا شركتنا نلقي لهم شغل، احنا عندنا مذكرات تفاهم اليوم مع كوما شركات، كثير من الشركات يتواصلون وياي يقولوا لي اختار هذول المميزين اللي عندهم انتباه، اللي عندهم اللي تشوف بيهم امكانية انه يشتغلون شغل ملائم. فرأسا ندز السيفيات مالتهم، طبعا حتى السيفي احنا نخليهم يسوون سيفي عن طريق الموقع مال الاسواق حتى يسووه بصورة ملائمة وابروبريت انه يدزوا لبقية الشركات. فأي يعني نلاقي لهم طبعا اكو هيك. عاشت ايده. استاذ الفقار اريد اسالك سؤال، شنو فكرتك عن التعاون بين المؤسسات؟ يعني اللي اعرفه اللي انا اعرفهم بالاي او تي ميكر بانه احنا كل الاكتيفيتي اللي موجوده دائما تكون بشراكه او بتعاون مع شركات مثل زين وجي اي زد مثلا، وبالمستقبل احنا اكو تعاون ويا اسوار وتعاون ويا ستارت ابس اضافيه، شنو الهدف من هذا التعاون؟ تقدر توضح لي؟ نعم احنا كاي او تي ميكر مؤمنين بنظريه الاوبن سورس، يعني الكل من تتشارك الكل تصعد الكل تنمو. هاي التعاونات ويا بين الشركات، شركه اكبر شركه اصغر، اشخاص صغار ستارت اب منها، هاي كلها مفيده للكل، يعني اتس وين وين سيتويشن، الكل يستفاد منها، من ناحيه الماركتينج، من ناحيه زياده الكونتاكت. يعني مثلا خلينا نفترض انه احنا هسه مثل ما كان راح يكون بميكر كامب اللي هو الايفنت السنوي اللي نشتغل به، اكيد راح نسولف به بعد شويه، كان اكو كولابوريشن بينه وبين اسوار اللي يعني تاجل بسبب كوفيد 19. هذا الكولابوريشن احنا راح نتعرف على جمهورهم، هم راح يتعرفون على جمهورنا، الكل يعني راح يصير عندنا جمهور مشترك، يعني جمهور قصدي يعني ككاستمرز الى او اشخاص يكونون للتدريب. ف
فبهالحاله الاثنين راح يعني الشركات كلها تنتشر، الكل يشتغل، الناس تعرف انه اكو فعلا اكو سوق حقيقي لهذا المجال البرمجه والتقنيه، لان اكو لحد هسه ما يعترف بهذا الشيء. احنا بنشتغل يعني بالبرمجه والروبوتات والدرونز، احنا نريد نسوي هذا الشيء، هو الستاندرد وهذا المستقبل. اذا كان الروبوتكس الدرونز السوفت وير هو هذا، بعد احنا مو بيدنا، هذا العالم كله ايش يسوي. موضوع الشراكات بين الشركات مفيد جدا للكل، يعني من ناحيه البزنس ومن ناحيه الميديا يعني والتواصل للناس. شكرا جزيلا. استاذ فقار، سؤال ثاني لك، يقول شنو تكلفه الستارت اب؟ يعني انت تريد تسوي ستارت اب، شنو تكلفتها؟ تكلفه الستارت اب حسب يعني حسب الفكره. اكو اشخاص يسوي ستارت اب من شيء مجاني، يعني مجرد انه هو يعطي خدمه معينه، يسوي بيج بالفيس، انا يعني اساعد بغسل سيارات، بسوي غسل سيارات صار ستارت اب، سوى شركه صغيره، مجرد انه سوى بيج مال فيس، حط رقم تليفونه، يروح يغسل سيارات. فتختلف بين من ستارت اب وستارت اب. اكو ستارت اب لا، راح يريد معمل، يريد مصنع، يريد يصنع شيء. اكو ستارت اب لازم يتواصل ويا نقل من دول ثانيه، فتتراوح يعني التكلفه مو شيء اقدر احسبه. يعني الموضوع يعتمد على الفكره، يعتمد على الفكره نفسها، يعني نوعيه الفكره. نعم. استاذ طه، هل من الممكن بانه خلال هاي الفتره يقدم جزء من الدورات بشكل يعني باستخدام الاونلاين؟ احنا الدورات يعني احنا الدورات احنا يعني اردنا انه نفتح الدورات الخمسه يعني مره ثانيه كاونلاين، بس يعني هالشيء يعني ما صار ممكن، لانه شنو يعني مثلا بالفايبر اوبتكس تحتاج ماتيريالز، ما نقدر نعطيها للمهندس وروح اخذ كل هاي الاجهزه وياك وقعد بالبيت، يعني مو سهل، وخصوصا قلت لك 80% تطبيق عملي. بس احنا يعني كنا جاهزين هيجي مثل هذا الوضع، واصلا عندنا دورات اونلاين، هي هاي دورات تساعد، اللي هي اسمها عندنا دورتين والله. دورة يعني احنا قلت لك كشبك واحدة من دورتين عندنا، اللي هي دورة الشبكات، اللي هي دورة الام سناك، ودورة الديزاين. هذول سويناهم اونلاين. شلون؟ احنا من ندرس شبكات، ندرس على مورال، اوكي، ومورال هي اصلا فتحت جابت مهندس صار له اكثر من 10 سنين بالخدمه عندهم، وهو قام يشرح الكورس الخاص بينا مال ام سناك، يعني هو هذا مال طبعا مال الشركه مو خاص بينا، فهو ده يعلم الكورس هذا، فموجود حاليا على يوديمي، قيمته يمكن 10 دولار هيك شيء، ما يتجاوز ال 11 دولار. اي، وطبعا هذا الامتحان راح يأهله انه يدخل هذا الكورس، راح يأهله انه يدخل الامتحان مال الام سناك، اللي هو اذا دخل به راح يحصل على 31 سي اي سي من منظمة البكسي العالمية. طبعا احنا سعينا كمنظمة اسوار تعاملنا ويا منظمة بكسي، اللي هي الـ Building Industry Consulting Service International، وتعاملنا وياهم أكثر من مرة، وإلى أن حصل الكورس مالتنا على 31 CEC، وهو يعني هاي CEC اللي هي Continuous Education Credit، يعني هاي من يحصلها كأنه حصل شهادة عالميا معترف بيها. فهذا موضوع الشبكات، وحتى نسوي نحل موضوع الديزايننج، تعاقدنا مع ثلاث ارتست اللي هم مارتن واوزجور واميلي، هذول اقوى ديزاينرز، تقدر تقول من اقوى ديزاينرز بالعالم كله، واخذنا حقوق من عندهم، وهسه حاليا احنا بنقدم دورات اونلاين مال ديزايننج، وايضا همينه موجوده على موقع اسوار، ومن تخلص تحصل على شهاده
سيرتيفيكيت، وهاي طبعا مو بس بالفوتوشوب والافتر افكت، بالويب ديزاين، بالكاركترز، الانيميشنز، حتى الموبايل ابلكيشن، يعني شيء جدا مرتب. فلذلك يعني احنا اصلا كنا جاهزين هيك وضع، لان يعني تدري بالعراق كل شيء انبريدكتبل. شنو الكلف ذني الدورات؟ والله تعرف يعني احنا بالنسبه ان على الكورسات مالتنا احنا مجانيه، بس هاي لانه احنا متعاقدين ويا بقيه ويا يعني خارجين عن الشركه مالتنا، فصارت الكورس مال الفوتوشوب والافتر افكت سعره $5، واكو اثنين تجي باقه 22 كورس ب $10 لمده شهر، وباقه 22 كورس لمده سنه كامله مفتوحه ب $50، ومع كل كورس يتخرج بيه حصل على شهاده سيرتيفيكيت انه هو تخرج. يعني تقريبا يوفر من ماله على اليودمي تقريبا $230 هيك سعر. عاشت ايدك، يعني الكورسات مدعومه طبعا، ممكن شبابنا يستفادوا منها خلال هاي الفتره. اكيد استاذ فقار، اكو سؤال حضرتك يقول ممكن توضح لأنه ما بعد إكمال الدورات اللي موجودة بالIoT Maker الشباب وين راح يركزون؟ شنو هي النكست ستيب بالنسبة له؟ خلينا نحكي بالنسبة للستارت أبس. إحنا IoT Maker بنحاول نكون إنكوبيتر، يعني حاضنة للستارت أبس، يعني لما الطلاب يسوون الستارت أب مالتهم. طبعا في حال احنا الستارت ابز اللي نحكي عليها الستارت ابز اللي هي علاقه بالتكنولوجي، يعني اللي راح يكون بها اما برمجه او يكون مثلا هاردوير الموضوع. احنا نقدم لهم دعم مستمر لمده، مو مستمر حسب طبعا اللي راح تكون اتفاق، بس هو عقد وياهم كانكيوبيتر كحاضنه للمشاريع. راح نسوي لهم دعم، نتعاقد وياهم ندعمهم لمده معينه الى ان يكون على رجليهم، خلينا نقول يبلشون الستارت اب مالتهم. وهذا احنا يعني الشغل مالتنا لما ويا الستارت ابز اللي نشوفها واللي تنجح واللي تحصل دعم. ف برايك شنو التحديات اللي بتواجه الستارت اب خلال هاي الفتره؟ يعني هل الوضع مناسب بانه هم ينطلقون؟ وشنو نصيحتك لهم بهاي الفتره هسه هاي الحظر؟ يعني خلينا نقول احنا من 1-10 لحد الان. طبعا يعني صعبه، هي الصعوبه هسه بالتنقل. قبل كانت هوايه يكون بعض الجامعات متوقفه، اعمال متوقفه، ممكن الشخص ما يتوقف، يعني يبدا يحضر الشغل مالته، يتاقلم ويا الوضع، يوجه اصلا ويا كل ازمه هي تطلع تظهر اكو حلول ما كانت محتاجيها قبل. يعني فالسولوشن البروبلم ما كانت البروبلم موجوده، السولوشن راح يكون شيء جديد. فأكيد يعني كل أزمة ممكن واحد هسه يسوي دليفري بالدرونز، واحد هسه يسوي شيء معين يعني يحل أزمة معينة. فإذا إحنا الـ الشغل ما يتوقف، يعني ما نقدر نقول صارت فد شيء وانتهت الحياة، لا نبقى نشتغل. تمام، هاي النظرة إيجابية جدا، بس إحنا نريد نعرف هم نقطة معينة بأنه لا هي سلبية عفوا لأن أكو نقطة، طبعا دا شاقة، أكو نقطة إحنا لازم نعرفها بأنه مرات أكو ستارت أبس يحتاجون إلى دعم، فشو راح يقدر يحصل هذا الدعم؟ طبعا هذا السؤال من أحد الأخوة. السؤال الثاني يقول بأنه في حالة إحنا ما محتاجين دعم، إحنا شلون نطلع أونلاين؟ شلون يطلع لك شلون؟ شلون يطلع اونلاين بهيج موضوع؟ يعني هسه خلينا نفترض اكو هسه الاونلاين، احنا ما عندنا قاعدين نقول لازم سوشيال ميديا، لازم تفكر بالسوشيال ميديا. شلون تطلع اونلاين كستارت اب؟ يعني لو شنو السؤال مو جدا واضح، يعني شلون يطلع اونلاين؟ هو عنده شغل اوريدي، لو شغل جديد ياسس، ان كان شغل جديد ويريد ينطلق، او لا. هو كان قبل فتره وهسه توقف،
هل يتوقف لو يغير البزنس موديل مالته لو شو يسوي؟ لا اكيد يعني راح يكون راح يغير النظام الاستراكشر كله، التواصل راح يكون كله عن طريق الجروبات البيجات، راح يصير هواي شغل اونلاين، بس لازم يستمر. احنا هسه كاي او تي ميكر نحاول مثل ما تفضل سطاهم ايضا مستمرين هم دوراتهم اونلاين. احنا كاي او تي ميكر وعندنا الميكر كامب اللي هو اصلا ايفنت، اللي احنا هسه بنحكي بالبيج مالته هو ايفنت حفله يعني فيستيفال مهرجان. هذا المهرجان احنا بدنا نبني له اونلاين، فلازم يستمر يحاول يبقى متواصل ويا الكوستمر مالته، وحتى يظل سستينبل يستعمل السوشيال ميديا. عاشت ايدك. اتصور سؤال من صفا، ما هي أول خطوة بعملية التدريب إذا شخص يكون الصور غير مدرب؟ أستاذ طه، شنو السؤال؟ العفو، أول خطوة بعملية التدريب؟ التدريب يعني عندنا؟ أي أتصور التدريب عند حضراتكم. أي يعني إحنا كأكاديمية أسوار من نبدي بال يعني نبدي تقريبا، يعني إحنا ما راح ننطي مثلا ثيوري جديدة أو ما راح ننطي نظرية جديدة، إحنا كله مجرد تطبيق على الأجهزة وعمل، يعني نفهم من المبادئ، نبدي من المبادئ مال كل شيء إحنا بنشتغله، وشون مثلا على الكاميرات، على مثلا الكاميرات نبدي نشرح حتى من بدايتها شنو السي سي تي في اللي هي يعني كلوز سيركت تلفزيون، يعني نبدي من الصفر تقريبا وياهم. بس يعني ما راح يكون فشي صفر، لانه احنا قلت لك اللي نقبلهم اصلا مهندسين ونقبل اصلا خريجين، فيكون فمن نقبلهم احنا نكونين تقريبا متاكدين انه هو هذا راح يكون ملائم، انه راح يفتهم الماده وراح يستوعب اللي ده نشرحه شنو هو. فهو ما راح يبدي تقريبا من الصفر ولا احنا راح نبدي من الصفر، فيعني هو من قبل هو شخص يعني ملائم انه هو يقدر keep up ويانه. عاشت ايدك. استاذ فقار، احنا حاليا نمر بعده ظروف وتحديات، هاي التحديات شنو نصيحتك للشباب خلال هاي الفتره شلون يستثمرون هاي الاوقات بالبيت بما انه هاي الفتره حظر؟ هذا السؤال نقدر نسولف به. راح يصير العالم راح يصير عندها وقت اكيد، يعني وقت هواي. الناس افترت عن الدنيا قبل ما تنام بالليل تقعد بالصبح، هواي اكو شغلات اختلفت. اللي انا اشوفه مناسب انه الشخص يستثمر بال يعني خلينا نقول قراءة كتب، ما طول عندك انترنت، ما طول عندك لابتوب، اقرأ عن موضوع مجال تخصصك انت، طور نفسك بيه. الطلاب طبعا هسه مستمرين دي الجامعات اونلاين، اعتقد هم دي يواجهون مشاكل وصعوبه، بس هذا مفيد يعني. باكر راح يتعلمون اكثر على استعمال التكنولوجيا بالمجالات هاي. بس المهم انه الشخص يستثمر وقته بشيء صحيح، يعني يتعلم له شيء، يدخل على دورات هوايه، اكو اليوديمي والكورسيرا اتوقع سووا شغلات هوايه مجانيه حتى العالم تستفاد منها وهي قاعده بالبيت. هاي كلش مفيدة طبعا، وأكيد حاول إذا تقدر تتحرك أو تتنقل بصعوبة تحصل على هاردوير حتى تشتغل بيها عندك، يصير إذا عندك هاردوير اشتغل بيه، طلع إبداعاتك يعني حتى تستغل الوقت بشكل مفيد. عاشت إيدك. أستاذ طه، نفس السؤال لحضرتك. عفوا أستاذ، ممكن تعيده؟ ما سمعت زين. عفوا، نفس السؤال لحضرتك اللي هو خلال هاي الفترة شنو تنصح الشباب وشلون يستثمرون أوقاتهم خلال أوقات الحظر؟ والله أستاذ، يعني هو إحنا نقول أهلنا كانوا دائما يحكون علينا، لأنه كنا نقعد على الأجهزة ونقعد على الموبايلات هواية يقولون نضيع وقتنا عليها، بس انتهى الموضوع إنه هي هاي الأدوات الريسورس تقريبا صارت الوحيد إنه واحد يحصل منها نولج. يعني هسه الكتب يعني صعب واحد يحصلها، كل شيء صعب، غير انه يقعد على الاجهزه ويتعلم، يشتري كتب من الامازون، يشتري كتب، ينزل كورسات، ويعني
هي هاي هو هذا الوقت حرج، لأنه هسه صارت يعني وقت دراسة، هسه الجامعات أكثرها وقفت، واللي دا يعلم أونلاين خليه يتعلم، بس يعني خوش وقت ملائم إنه واحد يتعلم بيه، لأنه ما يقدر يطلع نهائيا، يعني هي حفظا على السلامة. بس يعني أحسن شيء واحد ممكن يستثمره حاليا هو التعليم، إنه هو يفتح يشوف دورات كورسات ويقعد يتعلم عليها ويستثمر من وقته، حتى يكون يشوف من يطلع هو من ينفتح هذا الحظر، هو كان نفس الإنسان قبل، لا هو قبل الحظر وبعد الحظر، شو استفاد من هاي الفرصة الذهبية اللي صارت إليه. عاشت ايدي. زين انا هم عندي في السؤال استاذ فقار، هل تتصور بانه احنا مجتمعنا يحتاج الى توعيه بهذا الموضوع بانه شلون يدرس اونلاين؟ نعم إيه أكيد طبعاً، الموضوع هو مو يعني مو صعب، لأنه الكل لا تستعمل يعني السوشيال ميديا، فيسبوك، الانستغرام، الكل ده يستعمله. فحتى تحول من تضييع الوقت إلى الفائدة، يعني مو هواية الفرق يعني، بس يراد له شوية واحس. ممكن يلقى هواية برامج تعليمية، اكو كتب بي دي اف، بس استعمال التكنولوجيا انا اشوفها مو صعب يعني، لان الكل هسه حتى الكبار بالعمر والصغار عندهم اجهزه بيدهم، موبايلات، ودي يستعملوها بوقت طويل، خاصه هسه بهاي الفتره. استاذ طه، والله استاذ يعني ما شاء الله استاذ الفقر طغى على نقطتي، بس يعني هو بالضبط يعني هو حاليا يعني يعني ما اتصور احد ظل انه ما يستخدم الاونلاين، ما يستخدم الاجهزه، وهو هسه اللي ما كان يستخدمها هسه غصبا عنه صار يستخدمها. ويعني الحمد لله والشكر، انا هم اقول الحمد لله، مرات يعني نباوع على الوضع قبل فتره ونقول هاي لو صارت هذاك الوقت اللي ما كان عندنا بالتكنولوجيا، واحنا محظوظين انه عندنا هاي كل هاي منصات التعليمية وكل هاي الفرص الموجودة، ولذلك يعني ضروري استثمار الوقت في الموضوع. بس اكو هواية من طلابنا يقول لك بانه انا ما اقدر اتعلم اونلاين، يعني يفضل تكون الدورات نقول ان كلاس، يعني فيس تو فيس. اي صحيح، هواية العفو، هواي مدى يتقبلون هالشي، بس يعني هي صارت الحمد لله، الحمد لله يعني هم كل شيء بيه جزء إيجابي، خلينا نقول الجزء الإيجابي إنه هاي الناس انجبرت إنه تروح على هذا التعليم الأونلاين. يعني إحنا مثلا عندنا كأكاديمية الإقبال يعني أبدا مو قليل على عندنا الكورسات الأونلاين، أكثرها بدأت تتوجه على هذا الاتجاه، وأكو صحيح هواي مدى يتقبلوها، بس يعني لازم يعني هو هذا نحطينا بهالأمر، وهي ضرورية. يعني أنا خريج ماجستير، ويعني لازم يكون هم كان عندنا كورس إنه كورس أونلاين، يعني لازم بأي دولة بالعالم تعليم الوجه لوجه والهيومن انتراكشن غير كافي، لازم يكون يلتجئ لهذا الطريق. طبعا أنا إجاني في السؤال يقول الاي او تي ميكر عندهم دورات اونلاين؟ حاليا لا، ما عندنا دورات اونلاين، لان احنا اغلب دوراتنا بها هاردوير، الهاردوير ما متاكدين انه اشخاص موجودين عندهم هاردوير يشتغلون به. دورات بها سوفتوير ايضا هوايه من الـ يعني تتطلب من الاستاذ من يتعامل ويا الشخص المقابل، لازم يدخل على اللابتوب او ينصب له شيء اللي قدام، يوزع لهم فد سوفتوير بالبدايه كسوفتوير تنصيب. هوايه اكو شغلات احنا هسه حاليا ما عندنا، يجوز بالمستقبل نضطر نركب الموجه مال الاونلاين، ما ندري. عاشت ايدك. اريد كل واحد بيكم ينطي فد يعني رساله تشجيعيه للشباب، بما انه احنا عندنا شباب عندهم ستارت اب وعندهم افكار للستارت اب، وجزء من عندهم يتواصلون معانا
يعني واصلين مرحلة يأس بأنه لأن عدة ظروف مرنا بها بحيث ماكو فرصة بأنه أنت تقدر تطلع عن مشروعك. فرسالة تشجيعية وإضافة لبعض الأفكار بحلول لبعض التحديات. فأريد هيك نستفاد من خبراتكم. فنبلش أستاذ فقار. فقار نعم. يعني أنا رسالتي للشباب أنه ماكو واحد صار عنده شيء كان مخطط له. يعني احنا كلنا خططنا وكل وقت بلشنا. ماكو واحد سوى شيء هو مشت الخطط مالته. فالمهم انه لا يأس، يعني يظل يحاول يظل يطور بنفسه وينتظر الفرصه تجي. ممكن يعني مثلا انا ممكن اعطي فكره عن كنموذج. انا خريج ب 2017 يلا سويت اي او تي ميكر، يلا بدي اشتغل 5 سنوات. ما خلي هوايه محاولات، يعني شويه شغلات فشلت، هواية ظروف صارت بها الحرب مال داعش، هواية من الخطط تغيرت. نفس الحالة احنا هسه اكو طلاب تغيرت، ممكن تأجل التخرج مالكم، اكو ناس بلش مشروع هسه استوى وصارت هاي الحالة. فلي يعني خلينا نقول يجزع ويأيس من هاي، لا بالعكس، هاي مجرد ست باك، طيها كم شهر تروح ترجع تستوي من جديد، تجيك فرص ثانية ما تدري. يعني ممكن يستثمرون هذا الوقت في البلانينج مثلا، ممكن يطلعون سوشيال ميديا. اكيد البلانينج والتخطيط وطبعا يستغل هذا الوقت لدراسه المشروع، يطور نفسه يطور مشروعه. ممكن كلش انه المنافس مالتك ينضرب كورونا ويموت، ضل انت وحدك بالسوق. هاي اهم جدا. استاذ طاهر، والله أنا أنصحهم يستغلون وقتهم. يعني إحنا اليوم عايشين لليوم، أوكي؟ فاليوم لازم أنت تكون مسوي شغلة تكون أحسن بيها، إنسان أحسن من البارحة، وتطور روحك بكل يوم. بعد ماكو شيء اسمه تعيين، يعني بعد لا تفكر بشيء اسمه تعيين حكومي، فكر بشيء اسمه تعيين أهلي. مو انتقاصاً من الدوائر الدولة، بالعكس شغلهم ما شاء الله عليه. بس اليوم يعني احنا اللي دا نشوف انه الخريجين هواية يجون مثلا يريد يدور بدوائر الدولة وهيك شيء، لا بالعكس خلي يروح السوق العمل، يعني جدا تقدر تستفاد منه ويعني تطور روحك به. فلذلك اليوم انت كل معلومة تتعلمها راح تفيدك باكر، وكل شيء راح يعني احنا مثلا من يجي عندنا واحد، احنا ما نريد مثلا يجي يقعد على مكتب وهذا هو يسوي شغله، لا لازم يكون يعني يفهم ايش دي يسوي، ويكون يعني عنده مخرجات. طبعا هاي كلها هاي عائده له، انه هو طور من نفسه وصار انسان احسن. اوكي، فاني حسب نظرتي يعني اشوف انه اليوم رتب امورك ويعني ابدأ بالدورات، بلش من اليوم دورات، وابدأ بالكتب وابدأ بكل شيء. ترى يعني حرامات تفوتك هاي الفرصة الحلوة. ويعني أنا طبعا دا أسوي إنه هذا الكورونا الوباء دا أسوي بارتي وهاي، بس يعني أشوف خاش فرصة ملائمة إنه واحد يطور روحه فيها. فالتوفيق يا ربي للجميع. محتاجين ليش نظرة إيجابية. هواية ناس سدت يعني تروح معنوياتها بسبب الموجود على الفيس هسه من الكلام. لازم نعرف كل شيء، نعرف أنه نسبة الوفيات هي شيء بسيط. إحنا الكرة الأرضية محتاجة غربلة، الناس محتاجة تقعد البيت تأخذ إجازة شوية تغير جو، يعني كلها ترهم. صحيح. يلا ان شاء الله. شكرا، نشكر تفاؤلكم وتشجيعكم، وان شاء الله يا ربي يعدي هذا الموضوع على كل الناس كل العالم على خير، ونشوفكم يا رب بخير. نورتونا. شكرا جزيلا. مع السلامه. اهلا وسهلا.